هربي باري، عمل لك هربي، لك هربي بسرعة، يلا خلاص اركدي. شو صاير؟ بدي من كل قلبي انه يضلوا ولادي بخير، وبتمنى انه يرجعوا لي بخير وسلامه. اذا صار لهم شيء اكيد انا رح يصير لي شيء ورح موت. المهم حددنا موعد الزواج. انا كتير مبسوطه، مبروك. بكره يا خالتي بترتاحي من كل شغل البيت، مولي اكيد حتريحك كتير. اسمعوا، انتوا الاثنين لازم تروحوا شي مشوار لحالكم، روحوا وغيروا شوية جو، انتوا الاثنين لازم تحتفلوا. ماما مو مشكلة، منروح بيوم تاني. لا اوهو، طلعي لي بوشه،
واضح مثل عين الشمس إنه بده من قلبه. عن جد؟ يلا يلا قوم إيشان، حملوا حالكم وروحوا مشوار، قوموا. وهي وزارة الداخلية عطتك الموافقة. اليوم يومكن يا بنتي، انبسطوا قد ما فيكن. يلا بسرعة روحوا جهزوا حالكم فوت. لا ماما، إيشان معه حق. من هلأ ما عم تردي على حماتك؟ يلا روحوا. يلا إيشان امشي. طيب يلا، إذا كنتوا كل هالقد مصرين معناها منروح. مو طبيعي، موبايل كنتنا بيضلوا بيرن. مولي، الرقم شكله غريب، يمكن تكون شي حالة طارئة، بلكي شي مريض حالته خطيرة، لهيك ردي. ألو؟ إيه أنا مولي، تفضل. كيف؟ شوفي مولي. خير؟ شوفي مولي. كونال، ألو، شو صاير؟ أكيد في سوء تفاهم، لأنه يا حضرة المحقق ابني راح يدور على بنته، وأنت عم تقول إنه في واحد متقوص؟ ما فهمت. مدام اهدي شوي، هاي هي المعلومات اللي وصلت لعنا. خلص اهدي شوي، خليكي قوية، يمكن يلي تقوص يكون ابنك. هو تقوص هنيك وبعدين وقع بالوادي، لكن احنا عم نحاول انه نلاقيه، بس الوادي غميق وعم نحاول ننزل لتحت. بس لا تخافي، فريقنا راح يقدر يطالعه، واول ما نعرف شي راح نخبرك فورا. هذا وعد مدام. ليكي، اول ما نلاقي الجثه انا راح معك. لا تقول عن ابني جثه، كونال ما رح يموت. اوعك تقول عنه جثة، كونال لساته عايش. وانت روح دور عليه منيح. اكيد مدام. كونال، ماما شوفي ماما. مولي كونال، هاد الزلمي عم يقول انه كونال تقوص، والناس عم يقولوا انه شافوه وقع بالوادي. ماما شوفي ماما. مولي مولي كونال، هاد الزلمي عم يقول انه كونال تقوص، والناس عم يقولوا انه شافوه وقع بالوادي، وعم يدوروا على جثته. ابني وقع بالوادي. اكيد بعده عايش، اكيد في امل يعيش. مو قليلي. لحظة، حضرة المحقق وينو كونال؟ مولي خليكي مع لخالتي، حضرة المحقق أنا بكون إيشان صديق العيلة. شو صاير؟ حسب ما حكولي الشهود وحسب ما حكيت بنته باري، فهمنا القصة. السيد كونال كان عم يتقاتل مع ثلاث رجال، وبعدين كونال كان عم يحاول يدافع عن بنته، قام واحد قوص عليه. بعدين وقع على الوادي،
وهذا كل شيء قدرنا نوصل له لهلا. برأيي أحسن شيء إنكن ترجعوا على بيوتكن. هذا المكان خطير ونحن عم ندور، وبس يستجد معنا أي شيء رح نخبركم فورا. بس هلا أحسن تروحوا على البيت. باري 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 وين باري؟ حضرة المحقق وين باري؟ جيبوها للبنت. يا حرام هالبنت، مصدومة لأنه كل شيء صار قدام عيونها. لهيك هي لازم تشوف طبيب نفسي. إذا بتشوف دكتور أطفال بيكون أحسن. باري. أبوها دكتور أطفال، أبوها بيكون أحسن دكتور أطفال بالبلد، عم تفهم؟ هو رح يرجع ويدير باله عليها. لا تخافي، ماما بترجاكي اهدي شوي، اكيد ما صار له شيء. تركيها تبكي مولي، تركيها يا بنتي، بلكي دموعها بتهدي لبالها شوي. انا كتير خايفه على هالمسكينه باري. يا ربي هالبنت المسكينه تعترت من اول عمرها، من اول تعرضت لحاله خطف وشافته لكونال لما تقوص ووقع قدام عيونها بالوادي. يا ربي شوف حالتها لهالبنت. هاي البنت يتيمة، ما لا حدا بالدنيا غير أبوها. يا رب ارحمنا برحمتك واجمع بنتي باري بأبوها يا رب، ورجع لنا ابني كونال بخير وسلامي على البيت. يا رب يكون معه وحمي يا رحيم. تيتا بترجاكي، خليكي قوية، انتي الكبيرة، اذا ضعفتي قدامهم شو رح يصير فيهم يا تيتي؟ خلي عندك ايمان انه ما رح يصير له شيء. انا عم بدعي يا ابني انه يرجع لنا كونال بخير وسلامة. ايه ماما. إيشان اللي انت ومولي لوين رحتوا هيك فجأة؟ أموركن منيحة؟ الوقت كتير تأخر وأنا وسويتي ناطرينكن مشان نتعشى سوا. اللي وينك انت؟ بصراحة صار في حادث. شو؟ كونال تعرض لحادث وتقوص ولهلأ ما عرفنا عنه شيء، والشرطة عم بتدور عليه. مو معقول هالخبر، ما بتصدق ابدا. وين تقوص؟ على استراد تانا. ماشي ماشي ابني. ايه ماما، انا ومولي رح نتاخر شوي بالرجعه، فديري بالك على ميستي منيح. ماشي، انتو ما تاكلوا هم ميستي بنوم. ماشي باي. تيتا كتير عذبتني باري لحتى نامي. هالبنت ما فتحت تمها بحرف ولا نزلت دمعة من عيونها.
يا قلبي عليها. أنا كتير خايفة عليها، البنت تعرضت لصدمة. سويتي في أخبار ما أنا منيحة. خير شوفي؟ كونال تعرض لحادث وما بيعرفوا وينه، والشرطة عم تدور عليه بس ما بظن ينفض. المسكينة باري أول ما خلقت ماتت أمها، ويمكن بهالحادث يموت أبوها كمان. تعرفي أنا حاسة بالذنب، كيف قلعتها لهالصغيرة؟ أنا كمان سمعت كلام قاسي. هالشي صار بسببي معقول؟ لك لا لا خالتي، ما تكبري الموضوع هيك. بترجاكي باري اجت لحالها على هالبيت، يعني فيها ترجع لحالها. مو أصلاً كنتي كتير مشغولة، شو دخلك أنتي؟ أما بالنسبة لكونال فبهي الحياة الكل بده ياخد جزات أفعاله، مثل ما زرع بده يحصد، إذا مو هلأ بكرة. باري باري حبيبتي، اهدي شوي، ما رح يصير له شي، رفيقك رح يرجع. أكيد بيكون صار له شي لرفيقي يا خالته. رفيقي باري، ما رح يصير أي شي لرفيقك، رفيقك كتير منيح. أنا عم قلك ما حيصير له شي بنوم. بترزاكي قولي لرفيقي إنه ما يتركني لحالي. بترزاك ما تتركني لحالي. ما رح يتركك اصلا، رفيقك ما بيتركك لو شو ما صار، هو رح يضل مع باري الحلوه، هو اكيد منيح. لا لا، انا شفته للحقيد، هو اللي قوصه لرفيقي، انا شفته بعيني عم يقوصه. وفاتت الرصاصه بصدره، بعدين وقع بالوادي، وهو هلا بيكون اكيد مانو منيح. رفيقي كمان بده يروح لعند الماما. لا باري، رفيقك ما رح يروح لمكان، رفيقك رح يرجع لك. خالته مولي في وقع من مكان عالي، كيف هلأ بده يرجع يعيش؟ أنا بعرف إنه ما عاد يرجع أبداً. لا باري، أوعك تقولي هالكلام يا بنتي، رفيقك أكيد رح يرجع، بكرة رح تشوفيه هون أكيد. أنتي شفتي عمو الضابط ما هيك؟ عرفتي؟ عم يدور عليه، أنا بوعدك إنه رح يلاقي رفيقك، أكيد رح يرجع يا بنتي، بس أنتي دعي له. تيتا بترجاكي، تيتا لا تبكي، يعني إذا شافتك باري عم تبكي بوقتها. شو رح يصير فيها؟ رح تفكر إنه ما عاد تشوف أبوها أبداً. يلا بنتي خلصي صحنك. ايه يلا كلي بسرعة الصحن كله، هلأ أمك وأبوك بيكونوا جايين على الطريق. لا، لما يرجعوا البابا والماما فيني أكل معهم بوقتها. هلأ بتكون باري رجعت على البيت ما هي؟ طيب وين الماما؟ شوفي حبيبتي، أبوك وأمك رح يرجعوا بعد شوي، والعرس قرب كتير، يمكن يكونوا مرقوا على السوق وشافوا شي عجبهم. ايه؟ لازم يجهزوا حالهم بسرعة، أمك شوي وبتوصل، كلي صحنك لشوف.
ايه ميستي، يلا كلي اكلاتك بسرعه مشان نشوف ماما شو جابت لك هدايا معها من السوق، شو رايك؟ لا تيتا، بس تجي ماما فيقيني من النوم لو سمحتي، انا فايته على غرفتي نام شوي. ميستي، بالمناسبه خالتي الكاهن دري بهي القصه؟ لا بقصد انه حدد موعد مناسب مشان العرس. هلأ قلتك هالزواج رح يتم هالمرة ولا لا يا ترى؟ لا تزعلي مني خالتي، أنا ما قصدي إني ضايقك، بس عم تفهمي علي ما هيك؟ يعني بعد ما طوس كونال وقع بالوادي، قليلي كيف رح ترضى مولي إنه تتزوج؟ بقصد أكيد هلأ بتكون مصدومة باللي صار. أكيد بتكون مصدومة، بس لازم تكمل حياتها وتتزوج. مولي قالت بالحرف إنه كونال صار من الماضي وما عاد يعني لها أي شيء. بتكون هلأ مصدومة بالخبر، بس ما لازم تتعاطف معه أبداً. كونال عاش حياته مثل ما بده وتركها لما كانت هي بحاجته. ليش لحتى هلأ تزعل عليه وتوقف حياتها مشان شغلات فاضية؟ أي كونال طلقها وتزوج وحدة تانية وهي كانت قدام عيونه، ليش لحتى ما تفكر بحالة أو تأجل زواجها مشانه؟ صح، أكيد مولي رح تفكر هاي المرة بشكل منطقي، وإذا ما تصرفت على هذا الأساس ما رح اتحمل هالدراما اللي بدها تعملها هاي العيلة. بس القصة خلصت. صار؟ عرفتوا شي عن كونال؟ شو صار؟ وينو كونال؟ شو صار حضرة المحقق؟ انت ليش ساكت؟ ما تقول شي، نحن عم نسألك، في اي معلومات عن كونال؟ وينو هو؟ عطي الاغراض لأهله. هدول الأغراض لابنك مدام؟ ايه هدول الأغراض لابني، هدول لابني كونال. بس وينو كونال؟ اسمعي، ابن كون وقع من مكان عالي كتير، هالشي اكيد، وهو تقوص برصاصة كمان. شو اللي عم تحاول تحكيه؟ لو سمحت ما في داعي تلعب بأعصابنا. وينو كونال؟ بدي أعرف، هذا اللي بدي أعرفه بس. مدام، إذا هدول أغراض لابنك كونال، أنا آسف، ممكن يكون مات. والشرطة ما لقت الجثة لهلأ. وابني الوحيد ما رأي يتركنا ويروح. كونال!
مستحيلك. مستحيل، أنا ما بصدق إنه ابن الغالي تركنا وراح. أنا قلت لك قبل إنه رفيقي مات. ماري، شكرا لك دكتور كونال، في على بالي طلع شخص كتير منيح. انت قدرت انك تحقق امنيتي. ماما والبابا قرروا انهم رح يتزوجوا بعد 8 ايام بس. انا عملت لك هاي الهدية يا دكتور كونال، لما بدي اشوفك رح اقدم لك اياها. بس امتى رح شوفك؟ بتمنى اشوفك بأقرب وقت، اوكي؟ لو سمحت، قلي شو الأغراض اللي لازم اجيبهم معي مشان الصلاة؟ ماشي. يا أختي، أنا حاسس بالشي اللي عم تمروا فيه، ما فيني إلي غير هالشغلة، إنه المتوفي ترك هالدنيا وترك كل شي فيها. نحن عايشين هلأ باختبار صعب، هو طلعت روحه على الجنة. ربي يرحم ابنك ويغفر له، ادعي له بالرحمة وخليك عم تصلي. خالتو مولي، تماسكي شوي، إذا قعدتي تبكي مين بده يهتم بهالصغيرة؟ ما لازم تبكي قدام البنت، ولازم نخبرها لميستي. كونال بيضل أبوها، ولازم تعرف. ماني مستوعبة أي شيء إيشان، شو يلي صار؟ ماني عارفان بمين اهتم، اللي شو اعمل؟ حاسة ايدي مربطي. طيب ميستي، شلون بدي الا مستحيل؟ انا مالي مستوعبة شي. مولي خليكي قوية شوي، لازم تخبريها لميستي، من حقها تعرف. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.